خطيبة غاز مروان تغاروا عليه وارتبط أسامة مروان، شاهدوا المزيد من التفاصيل. لاحظ أغلب رواد السوشيال ميديا في حفلة عيد ميلاد غيث مروان أنه عندما قام بأخذ صورة مع لنا محمد، غيث مروان ما زال يحافظ على وضعية يده خلف ظهره، مما جعل العديد يتوقع أن خطيبة غيث مروان تغار عليه، حيث هذه الوضعية كان غيث مروان يقوم بها عندما يأخذ صور مع فتيات أخريات قبل إعلانه للخطبة احتراما لخطيبته. أيضا نمر إلى نالين بيوتي التي أصبحت تتفاعل أكثر على صفحتها بالإنستغرام بعد اختفاء ملحوظ في الفترة الماضية. من جهة أخرى، تنقل العديد من المتابعين أن أسامة مروان مرتبط بفتاة معه في التحدي الذي يقوم به حاليا، حيث ظهرت هذه الفتاة مع أسامة مروان في فلوكاته الأخيرة على اليوتيوب، انقسمت آراء المتابعين حول هذا الموضوع. هناك من يتوقع أنه مرتبط بها، وهناك من يؤكد أنها مجرد صديقة له فقط في إطار ذلك التحدي الذي يقوم به. وما زال ارتباط أسامة محط شكوك المتابعين، حيث كل أصدقائه على السوشيال ميديا يؤكدون ارتباطه، لكن أسامة ما زال يأخذ احتياطاته ولم يكشف عنها بعد. أنا بس عندي سؤال نسيت أسألك إياه، شو كان شعورك لما وصلتي مليون بأسبوعين؟ عادي بس لي شو لا هاي شفتي صرصور هيك ما مش وصلت. أوكي جايز، سو صحيين اليوم الصبح أنا وأهلي وقررنا ناخذ اليوم أوف ونروح نلعب فولي بول. بس قبل ما اروح، في بنوتة بعتت لي على الايميل مرة وكانت فاتحة بزنس جديد وبعتت لي هيك شغلات، كمان هذا الطوق الاصفر والاخضر اللي كنت لابسته على اساس اني انا ادعم مشروعها، بس نسيت وما عارفة شو اسم حسابها، حاسة بالذنب. فاذا عندك رقمي او ايميلي بليز رجع بعتي لي مرة تانية لحتى اقدر ادعمك وساعدك وبس. والله